السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الأعزاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة اللي غادي نقدم لكم فيها وصفة خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم الجلد ديالهم متمزقة، يعني دوك الشراطي اللي تيكونوا في الجلد ديال، خاصة عند الرجال تيكون عندهم هاد الشراطي هادي في الكتاف ديالهم أو في الصدر ديالهم. هما بالنسبة للنساء تتكون عندهم بزاف هاد المسألة ديال الجلد مشرطة، تكون عندهم في المؤخرة ديالهم أو لا في البزاز ديالهم أو لا في الكرش ديالهم. اليوم حبيت نقدم لكم وصفة طبيعية للتخلص من ذوك الشراطي أو تمزق ديال الجلد. هاد الوصفة هادي عندنا فيها كل مكون غنستعملوه بوحدو، إلا ما عندكمش بطاطا أحبائي الأعزاء ممكن تستعملوا زيت العود. أولا طريقة ديال استعمال بطاطا، غادي نشدو بطاطا ونقشروها، شي بطاطا عي صغيرة نقشروها وغادي نحكوها في الحكاكة حتى تعطينا داك الخليط ديالها اللي رطب. وغادي نشدو هذيك البطاطا اللي محكوكة، غادي نحكوها البلايص كاع اللي فيهم هذوك التشققات ديال الجلد، غادي نحكوهم دوك التمزقات اللي تيكونوا في الجلد في البشرة ديالنا. هاد الوصفة هذه خاصة بالنساء وحتى الرجال. غادي نشدو بطاطا غادي نحكوها، وغادي ناخدو هذاك المكون ديال البطاطا محكوك وغادي ندلكو به ديك البلاصة اللي فيها هذوك التشققات، ندلكوها مزيان حتى تنشف لينا تشرب لينا البشرة هذيك البطاطا. هاد العملية هذه غادي نكررها يوميا حتى تبان لينا النتيجة بإذن الله. هاد العملية هذه ديال البطاطا راه تدوز 3 ايام 4 ايام ولا كاع سيمانة غتبدا تبان لكم البشرة ديالكم، غادي يختفيو منها دوك التمزقات ديال الجلد. بالنسبة للناس اللي ما بغاوش يستعملوا بطاطا ممكن ياخذوا زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا احبائي الاعزاء. زيت العود غادي ناخذوا زيت العود وغادي نسخنوها، ناخذوا واحد الكميه ديال عشقه كبيره ديال زيت العود وغادي نعرضوها للحراره عي شويه غير تكون دافيه، وغادي ندهنوا بها نفركوا بها دوك البلايص اللي فيهم هذوك التمزقات ونخليوها لمده، غادي نبقاو نفركوا المده ديال نص ساعه، يعني بحال كنديروا مساج لدوك البلايص اللي فيهم التمزقات ديال الجلد. غادي ندهنوا بهم ديك زيت العود اللي دافيه، غادي نفركوا نديروا مساج لديك البلاصه لمده ديال نص ساعه ديال الوقت. غنبداو نفركوا ندهنوا هذيك الزيت اللي دافيه لديك البلاصه اللي فيها اللحم متمزق، غندهنوها بطريقه بشويه بحال تندلكوا هذيك البلاصه لمده ديال نص ساعه، وغادي نكرروا العمليه 3 مرات في الاسبوع حتى تبان لكم النتيجه اللي مرغوبه فيها. كنتمنى احبائي الاعزاء من هذه الوصفه انها تنال الاعجاب ديالكم، وتشجعوني وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. واللي عنده شي استفسار ولا ما فهمش شي حاجه ممكن يخلي السؤال ديالو كنجاوب عليه. والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.